أقامت السفارة الفلسطينية في مملكة البحرين وقفة احتجاجية ضد الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل مدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وقد حضر الوقفة عدد من المسؤولين والشخصيات من داخل وخارج مملكة البحرين. في مختلف المحافل الرسمية وغير الرسمية، وقف ضمير العالم اليوم وقفة تضامنية بلون العلم الفلسطيني وبشعار كانت وستبقى القدس عربية إسلامية. وهنا أكدت سفارة فلسطين بأرض المملكة على هذا الحق، واعتصمت على كلمة واحدة ضد إعلان الرئيس الأمريكي غير الشرعي. نشدد في هذا الإطار أن اتخاذ مثل هذا القرار، إضافة إلى كونه مخالفاً للقرارات الشرعية الدولية، فهو لن يغير من الوضعية القانونية والتاريخي لمدينة القدس، والتي أكدتها العديد من القرارات الدولية ذات الصلة. هذا القرار الأحادي يمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بعملية السلام. أشكر سفارة دولة فلسطين على مبادرتها لتنظيم هذه الفعالية التضامنية التي تجسد إيماننا جميعا بما تحظى به القدس من أهمية قصوى، لما لهذه المدينة من رمزية وخصوصية وقدسية. شخصيات ومسؤولون من مختلف الدول استنكروا ذلك الإعلان وعالت أصواتهم من أجل هذه القضية العادلة. هي صرخة بوجه الرئيس ترامب حتى يفكر ولو مليا بأن يتراجع عن هذا القرار الذي رفضه كل العالم. كل العالم اليوم خرجت في مظاهرات لتقول لترامب أنك أخطأت وارتكبت جريمة كبرى في حق الإنسانية وفي حق الشعب الفلسطيني وفي حق الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية. ولم تكن البحرين إلا صوتا بارزا يدعم هذه القضية، فالمجلس التشريعي ومسؤولون آخرون كانوا حاضرين في هذه الوقفة. الواقع يقول أن القدس هي عاصمة فلسطين، الواقع يقول أن القدس هي عاصمة المسلمين، والواقع يقول أن المسلمين لن يتخلوا عن فلسطين وعن القدس وعن مقدساتهم. اليوم لعل هذا القرار يكون هو سبب استرجاع فلسطين، وندعو الشعوب العربية، ندعو الشعوب الحرة في العالم جميعا إلى رفض مثل هذه القرارات وإلى إرجاع الحق لأهله وإرجاع فلسطين لأهله. عاصمة عربية إسلامية لها مكانتها وقدسيتها، ومن أجلها اتحد الجميع وتضامن في صف واحد.